Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatahaqqaqu al-ghayat wa azka salawatullahi wa taslimati ala al-bashir al-nadir wa siraj al-munir rahmatillahi al-alamin wa hujjatika ala al-nasi ajma'in sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhi unzila ma'ahu ulaika humul mulhiqun wa amman da'a bi da'watihi wa ahda bi sunnatihi wa jahid bi haqqi jihadihi ila yaumiddin amma ba'du al-mukarram al-ustadz Sri Kunoda Chithakoko al-Majistir wal-Mukarram jami'ul ashab wal-sahibat al-mahbubat masa'ul khair fi hadhi al-fursah masmuhali li'ul kiyam bayna yadaykum al-an ana fi hadhi al-jami'ah salatiga satatullu fi hal fi hadhi al-jami'ah وقبل أن سنعرف بنفسي أولا طيب اسمي برجاعي عفان أنا في المستوى الرابع وأنا في تدريس اللغة العربية تدريس اللغة العربية في شعبة تربية طيب الآن أنا في أمامكم في أمام جميع صلاتيكا ويمكن ستدل في حال على هذه الجميع طيب طيب أيها الطلاب والطالبات ستدل في حال هذه الجميع صلاتيك أيها الطلاب والطالبات في أمامكم هذا دراجة أحياناً الطلاب والطالبات في الجامعة الصلاتيكة الإسلامية الحكومية الآن سنذهب إلى الجامعة مع دراجة طيب الخلاص أيها الطلاب والطالبات في أمام جامعة الصلاتيكة الإسلامية الحكومية سننظر البستان هذا جميل جدا ولونها أحمر طيب نستمر في جوار هذا سرديون في هذه الجامعة جامعة جدا جامعة صلاتيكة الإسلامية الحكومية نستمر في جواره هذا نهر وذلك هذا مزرعة Anipan jadi asalnya juga Islam yang umumnya di motor juga hatta nahrun alma al-kathir walakin laba'sa la ta'allam fi hadhihi al-jami'ah طيب استمر الآن أنا في درجة في بناء واحد الجامعة الصلاتيكة الإسلامية الحكومية أحيانا الطلاب والطالبات بين بناء واحد إلى بناء أخرى وهي بناء الثاني والثالث سنذهب من الدرجة طيب تعلم في
تدل فيه تدل في هذه الجنة. طيب الآن أنا في بلادي بالي والآن ستدل القاعة بها في بلاد ثالث تعلم هذا قاعة أحيانا سنخدم لنصلي في جامعة سنتية المثال مثلا في صلاة الظهر والعصر وغيرها وأحيانا الطلاب والطالبات جلستم في هذه القاعة ليدرسوا يدرسوا معهم ونشر لكم مع أصدقاء. طيب الطالب والطالبات الآن هذا مصلى في البناء الثاني تعلم فيه تعلم هذا مكان الوضوء أحيانا الطالب والطالبات والمدرس توضأ هناك والآن مكان الصلاة مكان الصلاة المرأة في جواري هذا شو في هذا الجامعة في بناء الثاني الآن أحيانا الإشتاري وتعاون البيت مثلا الماء والخبز وغير ذلك وليس هذا شو في الأسبوع القادم ستخدم على الطالب والطالبة جامعة سلامية الإسلامية الحكومية. طيب نستمر في جماري هذا الحمام أو أحيانا تسمى دور المية ستدل إلى حمام تعمل هذا مرآة وهذا الماء وهذا صابون طيب نستمر الآن أنا في الفصل مئتين وخمسة عشر الآن في الفصل مباشرة متعلم بين مدرس وطالبات طيب نستمر ستدل ما في هذا الفصل تعلم هذا مكتب الطالب والطالبات سنخدم مكتب في كتب الرسائل هذا كرسي هذه سبورة أحيانا المدرس سنخدم المادة ليشرح المادة على الطريق
المدرس وطلبات سنخدم لتنظيف الكتاب في سبورة. طيب في هذه الفصل هذا المصباح. المصباح فوق صوتي. وهذا كسر الخدود. وهذا الحاسوب. أيها الإخوة، قد انتهينا، الوقت انتهى، وقبل الاختتام، سنشرح لكم أن حال في هذه الجامعة سلطة الإسلامية الحكومية، منها المصباح والسوق المصلى وكسف الخدور الحاسوب وغير ذلك. يمكن هذا الكلام إن سنلقي في الأسبوع القادم أو في الفرصة الأخرى. طيب، شكرا على حسن اهتمامكم واجتمامكم. إن وجدتم الخطأ، أن أسألكم العفو الكثير. شكرا كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.